اعتمادات مالية جديدة أعلن عنها البنك المركزي اليمني ضمن الإجراءات البنكية العاجلة لمعالجة التدهور الاقتصادي الناتج عن انهيار العملة. البنك المركزي أعلن عن استكمال إجراءات اعتمادات الدفعة الثانية من الوديعة السعودية موضحاً في بيان له بأن الطلبات المعتمدة وصلت إلى 20 طلباً بأكثر من 75 مليون دولار، تم تحويلها للبنوك المستفيدة. بيان البنك أشار إلى استكمال رفع طلب للجهات المختصة بالمملكة بخصوص دفعة ثالثة من الوديعة، مؤكدا التوصل إلى إجراءات سهلة للسحب من الوديعة السعودية بمراجعة زمنية محددة للحصول على موافقة وزارة المالية السعودية. تهدف اجراءات البنك المركزي تعزيز الحسابات الخارجيه للبنوك التجاريه اليمنيه بهدف تفعيل دورها في تحقيق الاستقرار المالي اليمني العام وصولا الى عمل مشترك بين البنك المركزي والبنوك الاخرى لمواجهه الازمه الاقتصاديه الحاليه ياتي اعلان البنك المركزي في الوقت الذي كانت فيه الحكومه واللجنه الاقتصاديه قد اقترحت على البنك العديد من الاجراءات الاقتصاديه العاجله للحفاظ على القيمه الشرائيه للعمله الوطنيه التي تدهورت امام العملات الاجنبيه بشكل متسارع وصل الى 700 ريال مقابل الدولار الواحد ليس هذا اول اعلان للبنك او للحكومه من اجل ايقاف تدهور العمله ومعالجه الانهيار الاقتصادي ويرى مراقبون ان انهيار الريال لا يزال مستمرا في وقت لم تتجاوز فيه الاجراءات الحكوميه بوابه الاعلان عنها